دي صورة أبوي الله يرحمه بقى. الحكومة اعتلته، ده حد من عندكم الاسم، ربنا ما يكسبه يا رب. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقى تعبتك في المراقبة. وانت عرفت اللي انا كنت براقبك ازاي؟ ما هو الباشا رئيس المباحث لما قال امشي انا بصراحة ما صدقتش، وانا ماشية كده كنت حاسة ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده، هو مش شاكي وخلاص. امك دي؟ دي امي واخواتي الاتنين. ابويا سابنا بقى الله يرحمه يا رب، نقعد في الدنيا. مين معاكي يا منى؟ ده صلاح باشا ياما، هو اللي خرجني من القسم وجي ورايا عشان يطمن عليا. على فكره سعاده البيه وشرف النبي، بنت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك موبايل؟ ساعات ولما بتزنق ببيع. طب امسكي الكارت بتاعي فيه كل الارقام بتاعتي، لو احتجت حاجه كلميني. ده انا حدوشك. ايه يا بيه؟ ايه يا بيه؟ مالكيش دعوه انت. لا مفيش داعي يا بيه. حاجه بسيطه اللي قال. امسكي. كتر خيرك. السلام عليكم. حاجتك يا بيه. لا مؤاخذه. السلام عليكم. شرفت. تسلم خطاويك يا بيه. شرفت ونورت الحته. خلصنا يا كابتن بقى، ما كلتش الجارده دي. يا عم الصبر، الصبره دي اللي بكلمها اهو الصبر. يا لهوي يا مصاكي، اهدى اهدى انت، اهدى يا عم اهدى. ايوه يا سامي ازيك؟ انت فين يا عم؟ يا عم انا قاعد مقدر الناس هنا، ما تنجز بقى. طب اديني واقف مستنيك اهو، يلا سلام. انت ايه اللي جابك هنا؟ قلت لي اقعدي في البيت قعدت، من ساعتها لا بترد على تليفوناتك ولا سائل فيا. يا بنت هو انت مراتي؟ مالك في ايه؟ وبعدين ايه؟ انت قافشه عليا زله. يعني كلامك اتغير يا شو؟ ايه اللي اتغير؟ هو انا كنت وعدك بالجواز ولا كان في ما بيننا مصلحه؟ افهمي افهمي، انا زي اي حد في الحاره هنا، عايز ماشيك يبقى تمام، عايزك تمشي عدل، وانا مش هقول لك الكلام ده تاني. وانا مش هتغير يا شو. خلاص ولع الجاز. ماشي يا شو، ماشي. ايه يا عم روميو؟ انا مش شو. انت فين يا عم؟ معلش المصلحه بس انت عارف. طب يلا يلا يلا. بس استنى بس، انت واخدنا على فين؟ هاخدك على فين يعني؟ على فرح. ويعود بقى يعمل ايه في الفرح ان شاء الله؟ يا عم العريس عايز يسمع عود، انت مالك انت مالكش فيه؟ يلا يلا يا عم خلاص. طيب يلا يلا يا رجاله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا وشوه البنت تاني دي قفشاك، عايزه منك ايه؟ قلت انا صاحبك. هي بترازيني وخلاص. ايه ده بس؟ انها ما تروحش تقول لابويا حاجه. يا عم انا ماليش لازمه في الفرقه دي. ما انا قايل لك العريس عايز يسمع عود. يا اخي هو دماغه كده؟ يا عم سمسم من ساعه ما عمل اللحن الجديد اللي ما حدش سمعه وهو معرضه علينا. يا عم من الركو ده من ساعتها ما عملتش لحن تاني. ورحمه امي ما انت عامل اي حاجه في حياتك. ماشي يا عم الموسيقى. يا بنت تعويره ماشيه رايحه فين دلوقتي؟ يا بنت اركبي علاجك معانا. ده تروح تدي لهم. عشان ناوي تستن بيها ايه؟ مش جايه؟ دول تروح تفتح بيهم وشك. يا بنت اركبي الحاجه الخف من الشارع، مش هتلاقي الزبائن دلوقتي. ايوه بقى هو ده الكلام الجامد قوي. انت دماغك عاليه قوي. بتضرب ايه؟ اي حاجه وكل حاجه. حلو الموبايل ده. اتفضلي. قولي بقى هتدفع كام؟ اللي انت عايزاه. 200 جنيه. ليه بس كده؟ خلاص 100، بس هي ساعة واحدة بس. أنا هاخدك البيت ونطلع بعض بقى، أنا قاعد لوحدي يا بنت. بس أنت هتتجوزني ولا إيه؟ يوه. أنا نشاطي سيارات، وأنزل قبل أي لجنة، هو ده نظامي. هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس. وما بركبش غير عربيات، مش عاجبك نزلني. لا واضح انك بنت ناس فعلا،
ويلا بقى اتكلي على الله. يلا في داهية. الله، مش موزة ركبت معاك العربية وطرتها لك؟ هات 20 جنيه بقى. 20 جنيه ايه؟ يلا يا بنت اتكلي على الله. الله، انا عرضت نفسي للخطر، بقولك هات 20 جنيه. 20 جنيه؟ اه. يلا يا بنت اتكلي على الله، لك صار لك دماغي. يلا يلا غوري. ماشي. حقي بقى. عرف. يا بنت الحرامية. فين الموبايل يا بنت الكلب؟ ها؟ أنا في ده حقي. فين الموبايل؟ قومي بقولك. ها؟ فين الموبايل؟ فاكراني سايح ولا إيه؟ ها؟ ها؟ اما مالك يا بنت مدهوله في راسك كده ليه؟ انت مالك؟ خليكوا في اللي انتوا تشربوه. طب ما تيجي يا بنت تعالي تاخدي لك نفسين يمكن تنسي الواوا. هات يا نغم، هات يا نغم، نزال قرعه مد بره البنت دي. مقصوفة الرقبه دي؟ اه. مش هنخلص بقى من الوابور ده صيف شتا؟ جبتوا لنا الرب. يا ريت يجي لك وياخد عمرك، يا ريت. خلي البيت ينضف. بيت؟ هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الخرابه دي بيت؟ روح يا اخويا اطلع شوف البيوت عامله ازاي والناس شكلها ايه. ربنا عماني عشان ما اشوفش خلقتك. اه بالي يا رب. ما تكتمي يا بنت وما تعليش صوتك. مالك؟ روح يا اختي شوف مين اللي بطحك على راسك. اهو من لفك وبرمك في الشوارع طول الليل. قعديني وانا اقعد، اصرفوا عليا زي بقيه الناس. توبي على اللي انت فيه واحنا نصرف عليكي ونستتك. هتوب من بكره بقى، هقعد في البيت بس عايز اكل واشرب والبس زي ما انت في الحار. لما نشوف بقى. يا ريت ان شاء الله حتى انزل اخدم في البيوت، المهم تقعدي. طب والله يطلع الصبح وكلام ما يبقاش زبده. هي فين؟ هي فين بنت الكلب دي؟ اقعد يا اخويا ما توسخش ايدك، اقعد. فيا حماة الاسلام وحراس العقيده، هنا مدرسه محمد، ومن جلس معي في حضره المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا. درسنا النهارده يا اخوانا عن الفرحه، كيف نفرح. زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانه بشكل مؤدب ومهذب وجميل، والمعازيم جايين لابسين اللي على الحب وريحتهم عطر، ريحتهم حلوه، وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول. صلوا على حضرة المصطفى، قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. إنما دلوقتي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات، ما تفهمش العيال دي لابسة إيه ولا عاملة شعرها إزاي، واللي حالق زلبطة، واللي مشرط دماغه، واللي رسم حروف على قرعته، وريحتهم والعياذ بالله وحشة وحش قوي. ايوه، ما الواحد فيهم بقاله ساعه عمال ينفض نفسه رقص، واللي بيرقص بسنجه، واللي بيرقص بمطوه، واللي عمال يتمرمغ في الارض، وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريحه، وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليزي. مع ان ابن شوقي لسه عامل الزفه بتاعه ده بنتي. كل واحد ما بقى عارف صح فين ولا غلط فين. زمن الفرحة الحلو، نفرح بس بأصول، نفرح بس بعد، ولا إيه؟ الواحد بقى يسمع أغاني والعياذ بالله بتجيب له شلل رباعي. أي أيوة والله شلل رباعي. ده الواحد بيبقى خارج على فيض الكريم رايح شغله، بدل ما يقولوا له في الراديو اتق الله ولا تأكل حراما، يسمع واحد يقول له أنا كل مرة أشوفك فيها أبقى نفسي يا ابني ورانا أشغال، خلصت الله يسترك. يا ولا جاتك الهوا يا بعيد. يا ولا كمل.
أشوفك أقول لك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. بيقول لحبيبته يعني إن كلها على بعضها عنده بالحياة. طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاء العظيم. استغفر الله قل لا إله إلا الله. عيشة عيشة بيت عيشة. أنا ما بخرجش، قلت لك مش هقدر يا بنت. انا بحبك. ما انا عارفه انت قلت الكلام ده قبل كده، بس انا مش هخرج معاك. وبعدين هنروح فين يا بنت؟ عايزين نتكلم مع بعض في اي حته بعيده عن الحاره. ما احنا بنتكلم اهو، عاوز تقول ايه؟ عايزين نترجم الحوار مع بعض. بنتي عايش. ايوه يابا يا بهار اصبري يا يابا. تعال تعال اطلع اطلع يخرب بيته. خشي خشي. عاوزه تفتح لنا الحاره يا بنتي. خلاص يا اخر مره خلت تروحي في مين يا بنت اللي كان واقف معاكي ده؟ ما شافني كده على طول الطريق. خلاص يلا حرام. هتقولي ولا اقول لابوكي؟ حنفي ابن عم ابراهيم. يا مصيبتي حنفي الصهي يا عيشه يا بنت. الاستاذ تمام يخيبك. ما عرفتيش يا بنت وانت سامعه صوت ابوكي في الجامع بيرن في الدنيا كلها وانت عماله تتمايص شمال ويمين على السلم. خلاص يما مش هعمل كده تاني. كان بيقول لك يا بنت، كان بيقول لك ايه بتوعي؟ هو بيقول لي بحبك. بيه؟ بيحبك؟ لا تحبك برص وثلاثه قرص انت وهو. ولا كبرتي يا عيشه وبقيتي بتعرفي تحبي؟ يخيبي. اتاري بقى التلفزيون هو اللي بوظ املك، وانا عماله داري عليك شمال ويمين واقول البت محبوسه، البت عايزه تتفك، وانت داري تاخدي عشان لقصه حب. يخرب بيتك انت بينا المصايب اتفضلي. يخرب بيتك بدي ايده عليك يا بنت. لا يما لا يما والله وحياه ابويا هو كلامه بس. كلامه بس؟ هتفضحينا هتفضحينا يا واطيه. والواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع اخ تاني بيقول له انا ضارب سيجارتين بني وحاسس ان دماغي بتاكلني. بتاكلك؟ ما هي لازم تاكلك. كلك عفريت يا بعيد. ما هي بتاكلك عشان اتسطلت وبتخطرف وبتقول اي كلام. لا وبنسمع الاغاني دي فين؟ في نهار رمضان، رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. استغفر ربك يا سيدي وقول لا اله الا الله من قلبك. ربنا يرحمنا جميعا. اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا الله. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يفتح عليك يا شيخ. على حضره النبي يا عدرا يا منى. حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حاله. امين. جيت يا ماهر؟ بارك انك صليتي. احضر لك تاكل. لا 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 خليك هجرب جرنان وانام. مش قابلت اللي فند صبح جوز بنتك قاعد على القهوه؟ اي القهوه دي هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت. قد ما عندوش ريحه الدم شايفني معدي قدامه وعينه في عيني يقوم يعمل نفسه مش شايفني. يعني هي بنتك العدله. يلا ربنا يهدي. ربنا يهدي الجميع. بقول لك ايه يا سعدية؟ انا عايز اشور عليك في موضوع دي. خير يا اخوي. انا زهقت بقى بصراحه من مشوار الصعيد رايح جاي رايح جاي. يعني هسوي معاشي. ده يوم البونة. ده انا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر. ايوه قرشين المكافاه نحطهم في البوسطه وفايدتهم على قرشين المعاش ونعيش بيهم بقيه عمرنا مستورين. طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور منها الواد؟ شوف انا بقول ايه وهي بتقول ايه. يا وليه انت اتخبلتي في دماغك؟ ما تطلعي من دماغك بقى. الله يعني هو كان افتكرك؟ وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جره. بقول لك يا سعدين قومي نامي يا سعدين. انت مش صليتي؟ قومي نامي يا سعدين. كده برضك يا ماهر. نامي وقول لمخك يستريح شويه بقى.
معلش ما انا لازم اجسي قلبي شويه. وانت وحشنا قوي يا ولد. بس اللي انا مش فاهمه انت جبت القساوه دي كليتها منين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا اخويا. الله، حفلة بتلبس ليه يا زينة؟ يعني عشان يبقى أمان، مفيش حد مضمون دلوقتي. والله عندك حق، اليومين دول بالذات ما عادش فيه أمان خالص. أمال فين عيشة؟ موجودة يا أخويا، بنتي عايشة. اسكت يا زينب. الدرس النهاردة كان عاوزك. الناس كانت مشدودة على الآخر، وكان نفسهم إن الدرس يطول ويطول. الحمد لله، ما أنت كلامك جميل قوي يا أستاذ تمام. إن جيت للحق يا زينب، أنا مش عارف إيه اللي بيجرالي لما بخطب في الناس. بحس كده إن الفلاح اللي جوايا بيطلع فجأة، والحماس والانفعال بياخدوني قوي، وبعطش الجيم واسخن، وساعات أخش في حاجات. إيه؟ مالك يا بنت عايشة؟ مفيش يا بابا. طب تعالي يا حبيبتي، تعالي. اقعدي جنب بابا يا بنتي. عيشة، أنا عارف إني جديد عليك شويتين، وعارف كمان إن أنا بمنعك من الخروج مع البنات، بس يا بنتي الحارة اللي إحنا فيها دي فساد، وهتسمعي كلام مش هيعجبك، وهتشوفي حاجات ما يصحش تشوفيها. صدقيني يا بنتي أنا بعمل كده لمصلحتك. الله، أنت بتعيطي ليه بس يا عيشة؟ معلش يا بابا. طب ايه رايك بقى ان انا هخليكي كل يوم جمعه تنزلي شويه؟ ماشي يا ستي؟ لا تنزل ولا تروح ولا تيجي، بلاش درع فاضي. الله الله الله، امرك عجيب يا زينب، وانت عاجبك كده وانا عاجبك كده. قومي قومي اغسلي بقيت هدومك. قومي. حاضر يا بابا. الله، جري يا وليه، مالك؟ ايه في ايه؟ ما تخفش على البيت شويه. حكايه النزول والطلوع دي سيبها عليا انا، مالكش دعوه بيها خالص. وهو ده المطلوب يا اختي. امال المحروس شوقي ابنك فين؟ من ساعة ما نزل الصبح ما رجعش لحد دلوقتي. يرجع بالسلامة، ربنا يهديه. يا رب. يلا قومي حضري لنا لقمة. حاضر يا أخويا. بقول لك إيه يا زينب؟ نعم. أنا نفسي هفاني على طاجن عكاوي وشوية بومبار. عكاوي وشوية بومبار؟ ده إمتى؟ دلوقتي؟ أمال يعني السنة الجاية؟ طب يا أخويا خليها الصبح، الصباح رباح. إحنا ضامنين نعيش للصبح. الله، بقول لك نفسي هفاني يا ولية، خلي عندي شوية نظر مور. طب معلش يا اخويا خليها بكره، احسن انا النهارده تعبانه قوي. تصبح على خير. كده وانت من اهله يا امه. بنت عيشه اعملي لي سندوتش مرته يا بنت. خدت حمام يا حبيبتي من بتوع زمان. انما ايه يا خبر ابيض، لو وزنتيني تلاقيني خسس النص. يا راجل انت هتجنني. الصبح تصحى مش طايق نفسك وماشيني زي النمله، وتيجي على بالليل وتقلب لي على قرد. بس انت عايزه ايه دلوقتي، النمله ولا القرد؟ عايزه الخاتم اللي قلت لك عليه. تعال شوف ايد اختي دي، مش باينه من كتر الدهب اللي في ايديها. يا حبيبتي اختك متجوزه راجل اعمال، عندهم الفلوس الرز، انا على قد حالي. عشان قاعد لي في اجزخانه معفنه بتباع لي بقرش وبقرشين. تعال شوف الاجزخانات اللي في وسط البلد بتكسب كام. سيبينا من الاجزخانات، خلينا في الخاتم. بجد يا هتعطي؟ هو بكام الخاتم ده؟ 2000 جنيه بس. بس بس ده انا اجيبه في ايهم عينيا كمان. ربنا يخليك ليا ولا يحرمنيش منك يا ودى. يا بابا يا ولية. ايه يا ربي؟ الواد ده انه جه بابا. قوم اخرج له، يكون عايز حاجة. طب ما تتأخرش، لحسن لو اتأخرت حنان. ايه اوعي. ايوه تمام. بابا انت لسه صاحي؟ ده انا ما رضيتش اقلقك. لا انا صح والله، مش جايين نوم يعني. الله، قلت يعني اما اجي اشوفك. اتعشيت ولا صح انا قاعد تعمل لك عشاء؟ حبيبي الحمد لله اتعشيت مع ناس صحابي. طيب يعني اذا كنت عايز تنزل انزل يعني، ده لسه بدري برضه. استمتع بحياتك يا اخي، استمتع بحياتك. حاضر يا بابا، انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل. يلا حبيبي اتبسط.
طبعا. ها خد المفاتيح معاك. ها حاضر عينيا. ماشي يا بابا. وزعته. ايه ده؟ انت نمت ايه؟ طيب تامر. تامر. ايوه بابا. بقول لك ايه؟ نعم. ان كنت عايز تقعد اقعد. يعني الدنيا ليل هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هتعمل معاهم ايه؟ ها مجلس يعني وزراء يعني عم مستعجلين عليه؟ اقعد يا راجل، ده الدنيا ليل وحد شاف ايد كفه حتى. اقعد يا عم اقعد. حاضر يا بابا. قوم ياض، قوم ياض، قوم، كفاياك نوم، ريحتك طلعت، مراتك صحيت من الصبح. في ايه يابا؟ جعان، بطني بتتقطع من الجوع. وانا اعمل لك ايه يابا؟ انا لسه نايم من ساعتين. شوف الواد بيرد عليا ازاي. يابا انا كلمتك. قوم ياض احسن اضربنا قلمين، ولا اقول لك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربني بالشلوت. يا فتاح يا عليم يا رب. ادعي عليا بقى، ادعي عليا. يابا مالك؟ مال؟ هو انا حيلتي مال؟ يا ريت يا اخويا. الناس كلها بتقول لي ابنك بيشتغل ومعاه فلوس، فين الفلوس يا ياد؟ انت بتتعاطى حاجه يا ياد؟ ما حصلش يابا. امال بتودي الفلوس فين يا ياد؟ اوه ما هي مقفله في وشي من ساعه ما زيزو مات. اياك عايزني ادعي لك ان ربنا يسهلها لك في تجاره الحشيش. لا شوف لك شغلانه تانية يا واد، انا عندي عيل عايز اربيه. حاضر يابا حاضر. رايح فين يا واد؟ رايح ادور على شغل يابا. انت بتستقرض يا ابن الكلب يا معفن؟ انت بتزر عينيك؟ عايز تضربني؟ ما انت صايع، اضربني يا رب يا رب. اخفيني بقى. عايز تتبخر وتسيبني انا ومراتي لوحدي؟ انسي، روح اشملك شوية اكسجين كده وما ترجعش البيت الا ومعاك 100 جنيه، فاهم؟ انا عندي عيل عايز اربيه. يلا يا ابن الكلب. حاضر يابا خالد. يلا امشي. حاضر ماشي. اجري يا ولد اجري بسرعة يا دكتور. الله لا يسيئك، الواد عنده كلب يا دكتور ولازم ياخد حقنه دلوقتي حالا. الف لا باس عليه يا اختي، اطلعي بيه على مستشفى الكلب. رحنا المستشفى يا دكتور، وهناك قالوا لي هاتي سرنجه، قلت اجي اخدها من عند حضرتك وحضرتك تديها له بايدك اللي فيها البركه. تعالي بعد نص ساعه. يا بيه يا دكتور الله يبارك لك، الواد عنده كلب مسعور ولازم ياخد حقنه دلوقتي الا هيموت مني. يعني اعمل لك ايه؟ احنا لسه فاتحين يا ستي وايديا اهي قدامك بتترعش، يعني اعمل لك ايه؟ اموته لك؟ لا اله الا الله، دفن باك يا دكتور وعلى ايه ده كله؟ انا اخده اجزخانه بره وله رب اسمه كريم. احسن يا اختي ولا احسن؟ اتفضل يا دكتور. حطه عندك هنا. ولا نزل نص الباب، انا مش عايز اقابل حد النهارده. ايه؟ حاضر يا وحشتيني. وحشتيني. اهلا وسهلا. وحشتيني قوي. اتفضلي خش. اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا يا حبيبتي. مساء النور. اهلا بيك. وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. للدرجه دي الجواز ياخدك مننا؟ العيال والمدارس اعمل ايه بس، والله دي هيصه يا طنط. كام سنه ما شفتكيش، ولا عشان ليلى هي بس اللي بتشوفك؟ ما اقدرش على بعدك، والله دي ظروف. تعالي نخش نقعد جوه، اعملي شاي يا ماما. حاضر يا عيني. بعد اذنك يا طنط. اتفضلي يا فاتن. ياه ايه ده يا ليلى؟ اوضتك ما اتغيرتش من 5 سنين. 5 بس؟ قولي 20 سنة. اخيرا يا اختي جيتي للبيت. اعملي بس يا لولا، والله العظيم انا في دوشة. اعمل ايه؟ ما انتي عارفة. ايه ده؟ انتي لسه محتفظة بالصور دي؟ وهو انا ليا غيرها؟ ده هي دي الذكريات اللي معيشاني لحد دلوقتي. فاكره يا لولا؟
فاكره يا بنت مظاهرات 18 و19 والبنت الوطنيه بقى ليه اللي هتغير من اوضاع البلد. انا كل ما افتكر ان انا كنت بتشال على كتف راجل ما صدقش نفسي. انا ازاي كنت بعمل كده وعمري ما جه في دماغي ان ده راجل وشايلني. تفتكري بقى هو ما كانش في دماغه؟ وانا شعرفني بقى يا فاتن هو وضميره، كنا عيال يا بت. قولي لي يا لولا، ندمتي على الايام دي؟ انت جايه تضايقيني؟ لا والله العظيم انا بجد بسالك، ندمتي؟ والله مش عارفه المفروض اندم ولا افتخر. يمكن ساعتها كان الحماس واخدني، مش عارفه بقى اذا كنت مدعيه ولا صاحبه قضيه. يا ستي بطلي لف ودوران وردي عليا، ندمتي؟ الشاي يا بنات. اهلا يا رند، متشكره قوي قوي. منوره يا فاتن يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا روح قلبي. عارفه يا فاتن الحاجه الوحيده اللي ندمت عليها ايه؟ صحابي، وانتي اولهم. ليه؟ هتزعلي مني؟ لا والله ما هزعل منك، انتي عارفه قد ايه ان انا بحبك. لما دخلت الجامعه وانا منحاره زي ما انتي شايفه كان احساسي بالفقر كبير. كل البنات بتلبس، كل البنات معاهم فلوس، عمري ما بصيت اللي عندهم عربيات عشان ده كان حلم بعيد. قلت يا بنت اللي عوضني عن كل ده الشخصية، لازم يبقى ليا شخصية. لقيت نفسي في أصحاب المواقف والنظريات السياسية، شدتني أفكارهم ولبسهم جه على هوايا. أي جنس في أي بلوزة في أي كوفية وأي تسريحة. وعشت ليلى غانم سكرتيرة أسرة الوطن وعرفتك. ليلى لو مش عايزة تكملي بلاش. ليه؟ علشان بجد أنا شايفة أنك بتهربي من سؤالي. ندمتي؟ أيوة ندمت، لأن كلكوا فجأة اتغيرتوا ودورتوا على الحياة، كلكوا عرفتوا تتجوزوا، أنا الوحيدة اللي مشيت ورا وهم. آه بندم يا فاتن، بس ندم بعد المحطة ما فاتت وقطر العمر ماشي. طب واللي رجع لك القطر تاني؟ نعم يا أختي. أنا جايبة لك عريس. عريس؟ وده عنده كام سنة؟ ولا مريض ومحتاج رعاية؟ لا والله يا اختي ده راجل وزي الفل كمان وعارف عنك كل حاجة، بس هو متجوز. لا انسي انسي. ليه بقى كده؟ ده دماغك ناشفة كده ليه؟ وتصحي شوية. بقولك ايه يا فاتن، احنا عندنا محشي، تاكلي محشي؟ بص يا عموم، انت تبلغ الشكاوي. ماشي. انا اللي سهران النهارده، هاجي بالعمال نكشف واطلب تغيير الكابل. يجي المهندس يعاين يقولوا له الكابل عايز يتغير، اركب الجديد، يمشي اركب القديم. الله، طب ما السليم يركب والجديد يتكهن والباقي عليك. لا ولا يكون عندك فكر، ده ملعبي. اهو ربنا قطع النور يا فتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله. الشغل مش عيب يا سناء. مش عيب يا اخويا، بس ما تشمتوش فينا. فيهاش حاجة يعني، لو الواحد يعني قال شوية طعمية في الحارة أو ماشي حنة برضو. وبعدين الشغل مش حرام يا أخويا. محدش قال إنه حرام، بس تقف على ناصية الحارة تقلي طعمية ورجليك تعبانة وهو في الرايحة والجاية يلسن علينا. لأ والله العظيم أديله بالبجور في وشه. يا فتحي يا فتحي، ده بلطجي، ده ما عندوش قلب. بقول لك يا أخويا عشان خاطري هناكلها بملح، بس ما شافش في عينه نظرة شماتة واحدة. خلاص نسيب الحارة وندور على أي أوضة تانية نسكن فيها. لا ما هو ده بقى اللي في باله، وأنا بقى مش هنوله اللي في باله. آه أمال هنعمل إيه يا سماء؟ أهو اللي عمل عمل ربنا يا فتحي، هو اللي بيعمل كل حاجة. نشوف مخبلنا إيه. نور. الله نور. الله نور يا عم فتحي. لملي بقى الكابل ده يا معلم. يلا عبد الله. هتاخد الكابل وتطلع على المخزن، وأنا هاخد العربية وأكمل الوردية، ماشي؟ ماشي يا صاحبي. يلا.
سلام يا صاحبي. الله ينور يا رجاله. يلا نشاهد شويه. افتح يا واد، انت مش سامع؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حضرتك. يا دي الكسوف. صلاح باشا، وايه لازمته ده كله؟ حاجه بسيطه عشان العيال. انت واد ليهم؟ والله انتوا ما تربيتوش ليهم العيال. احمد الله اتفضل. يا اهلا وسهلا، عامل لك كوبايتين شاي. حاضر يا حبيبتي. خد يا منى. عشان انا وليه تكلف نفسك كده يا باشا؟ ما بلاش يا باشا دي، قولي يا صلاح. يا لهوي، اقول لك صلاح عاف كده يعني؟ اديكي قلتيها اهو، شك الدبوس. نزلت الشغل النهارده ولا ايه؟ اه نزلت وبعت 10 شرايط. وشك حلو عليا. تكسبي كام يعني من الشغلانه دي؟ يعني 15 ساعات 20 يعني حسب رزقي. لو جبت لك شغلانه بنفس المبلغ ده تشتغلي؟ يا ريت يا ريت يا سعادة الباشا، يا ريت على الأقل تتلم من الشوارع. بس أنا يا دوب بفك الخط، ولا معايا شهادة ولا صنعة. الشغلانة دي مش محتاجة الكلام ده، هتشتغلي في مشغل، وأحلى ما فيه إن كله حريم. خلاص يا بت، اسمعي كلام سعادة الباشا. اتفضل. صلاح، صلاح يا أمي، خلي البساط أحمدي. تعتبرني قدوة ليهم، أنا اللي كل الناس بيعتبروني ببرهم وبحلهم حياتي، عايز تفرجهم علي يا واطي، يا واطي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شوقي، عليا اليمين ما أنت قاعدين، شوفوا له شطة إلى ابن هدوم، شوفوا له شطة إلى ابن هدوم والحصان إلى ابنها وأحرقها له، بس فهمني يا أخويا فهمني، يا واطي يا سامر، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، أهي بيترقص لي بالحارة زي هتروح فين الساعات دي؟ أنا عارف يا أما أروح فين؟ أنا عارف. هو بيعمل كده ليه يا أما معايا؟ بيعمل كده ليه؟ هو شافك فين يا مبكوس على عينك؟ شافك فين؟ شافني وخلاص يا أما، شافني وخلاص يا أما. وأنا عمال أقول الناس عمالة تتلمس عليا ليه وأنا مديهم الدرس؟ أتاريهم عارفين المصيبة اللي أنا فيها؟ ابني ابني وصبتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا معلش يا حبيبي عشان خاطري، هو يوم كده ويرجعك، اصل حلف يمين. ما تزعلش يا حبيبي ما تزعلش. هو ليه بيكره اي حاجه بحبها ياما؟ ليه اي حاجه بحبها بيكرهها ياما؟ طب اهدى يا حبيبي اهدى عشان خاطري. لا مش ههدى ياما، مش ههدى. كل حاجه بيقول عليها لا ياما، اي حاجه بحبها بيقول عليها لا ياما، لا لا ياما. اقول لك لا يا واطي يا سامر، طول ما انت بتعصي ربنا وبتعصي ابوك. تعالى يا لهوي 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 يا ايه يا سامي انت فين؟ انت فين؟ انا عايز اجيلك حالا. ابويا طردني من البيت. انت بتضحك؟ يلا سلام انا جاي. على فين يا فنان؟ يا جمال عايز ايه؟ ما تيجي يا نمي تقعد معانا، المنطقه دي بثلاث افراد. فكك مني. اهو الواد شوي ده حظه عالي عالي. ليه؟ ابوه راجل محترم بيصلي وبتاع ربنا، ملوش في السكه الشمال زي بتاعت ابويا دي. يا عم احمد ربنا اساسا انت عندك اب وبيخلي معاك،
انا ابويا مفيش بيني وبينه غير التفتيش الدوري، وكان طول النهار يخرج امي فيا الله يرحمها. طب بقول لك يا غالي، ما تيجي ندور على حاجه نلوز بيها دماغنا. على فكره انا معايا مصلحه. قاعده ولا مروحه؟ دماغي مروحه. اديني يا غالي. ارفع يا زميلي. تعالى وشو خش شوف اللي وراك. معلش بس الراجل مستعجل على اللحنه، خلصوها في دارك. بقول لك يا شوقي، كلام جديد اهو. قول كده معايا المدخل ده كده. امسك يا جدع. هتقول يا جدع؟ معلش معلش يا سامي، انا مخنوق. كل ده عشان ابوك طردك؟ عشان حاجات كتيره. كبر دماغك، قوم تعالى روش نفسك. يلا قوم قوم يلا. تعالى يا شباب. دي اوضه يا سيدي محدش دخلها من ساعه ما خدت الشقه دي، من النهارده بتاعتك. ما تعمليش بقى فيها حساس والجو ده. ها؟ انا ما بستعملهاش. طب يا سامي، انا عايز اشتغل. اشتغل اي حاجه. تنزل استوديو؟ اعمل ايه؟ اه تمسك البوفيه شويه شويه، انا مظبط لك فرقه صح تنزل معاها بدل فرقه الشوارع بتاعتك دي. اي حاجه. قول ان شاء الله. فك كده بقى، فك. يلا. خلص السبوبه دي. مش هتمشي ولا ايه يا استاذ تمام؟ استاذ تمام؟ ها؟ مش هتروح يا استاذ؟ لا روح انت يا عم عمر، انا هقفل. طيب يا استاذ، ربنا يهدي لك حالك. اه سامحني يا رب، سامحني وسامح ابني واهديه ورجعان اللي هو فيه. انت اللي قادر وغيرك ما يقدر. استرني يا رب، استرني دنيا واخرة، وتفضحني ايش يا ستار يا مثبت القلوب والابصار. ثبتني، ثبت قلبي ابني على الايمان. اهديه ورجعني اللي هو فيه يا رب، بسر فتحة كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. صدق أول مرة أخرج مع واحد. تتكلمي جد يا منى؟ هو إيه يا أخويا ده؟ كل ما أقول لك حاجة تقول لي بجد بجد. آه بجد. بطمن بس. لا خد طمن، أول مرة أخرج مع واحد. عارفة أنا جايب لك إيه؟ إيه؟ خاتم. ليه أنا؟ آه، وربنا يقدرني ويغرقك ذهب ولبس وكل حاجة، امسكي. يا بركة دعاكي يا أمي. ربنا بعت لي الراجل اللي طول عمري بحلم بيه. يعني مبسوطه معايا منى؟ مبسوطه ولا متضايقه؟ يا اخويا تف من بقك، يعني ما انت شايف ان الفرحه مش سيعاني. بس لمؤاخذه لازم امشي. ليه؟ اصل مش قايله لامي، وبعدين يعني قعدتنا كده وخروجنا مع بعض غلط. اه صح، صدقي كده انا احترمك اكتر واكتر. اشرب العصير بتاعك وبعدين نمشي. اشرب. بس يا ابني انت، هو سيب العربيه.
مش عاوزه تدور. ندورها يا ابو. اتفضلي اتفضلي انزلي تعالي هات كرسي. يلا معلش يا ابو هتعبك معايا. تعبت راحه يا ست الكل. اتفضلي يا ابو اتفضلي اتفضلي. ها اشربي يا ابو. لسه شاربه شاي في البيت. يبقى تشربي حاجه ساقعه. كتر خيرك عندي مشوار ومستعجله. هات يا البطاريه اللي جوه دي. يلا حاضر يا اسطى. مش باينه يعني يا ابو. هو انا بتحرك من البيت يا اسطى؟ والله ببقى عايز اجي ازوركم بس الواحد بيتكسف. ليه؟ يعني من يوم مرحوم ابوكي من بعض وانا ما دخلتش بيتكم. تعالى في اي وقت يا اسطى البيت بيتك. فك يا دي البطاريه دي وركب دي. حاضر يا اسطى. ليه بس يا اسطى ما تديني توصيله وخلاص؟ لا 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 اقضي مشاويرك بالبطاريه دي وانا هصلح لك بطاريتك ولما تقضي مشاويرك هوديها لك لحد البيت. كتر خيرك يا اسطى. طيب انا خدامك يا ست الكل. انا خدامك. ده العربيه وصاحبه العربيه في عينينا. دور يالا. ما تحرمش منك يا استاذ سعيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا يا ست. العفو يا ست الكل. هتقع يعني هتقع يا بنت المدارس. خدي وزعي دول على جنب. مي يا حبيبتي وحشتيني. انت كمان. عامله ايه؟ كويسه. كده برضو اكلمك امبارح بالليل يقولوا لي نامت. تنامي برضو من غير ما تسلمي على ماما ليلى؟ زعلت بقى يا ماما. انا يا حبيبتي عمري ما بزعل منك. عارفه بكره هوديكي فين؟ فين؟ جنينه الحيوانات. الله. عشان تشوفي العصافير اللي انت بتحبيها وكمان هخليكي تتصوري مع الفيل الكبير قوي. ولا انت تخافي منه؟ طول ما انا جنبك ما خافش من حد. حبيبه قلبي يا ميمي. يلا يا مي روحي العبي مع اصحابك شويه. يا حبيبتي كده البنات هتغير من مي. اعمل ايه بس؟ اصلي بحبها بحبها قوي يا حبيبتي. وانا مقدره الحب ده بس نراعي زمايلها في الدار شويه. ما تنسيش ان انا لقيتها وهي حته لحمه صغيره وليلى ظروفي منعتني. انا كنت اتبنيتها. ربنا يديكي على قد اعمالك يا ليلى. نشوفك عروسه كده وتتجوزي بقى وتفرحيني. ان شاء الله ان شاء الله. العيشه دي جوز متفرح حين حمصه شويه فريك. بكره ربك يفرجها يا بنات. انا اللي غيظني الحربايه مرات ابويا دي عماله تدي حقن لابويا من تحت لتحت وابويا مصدقها ومقويها علينا. بس كل ده كوم وغيظها لمراتي عشان ما تتخلفش كل ده. اقفش مصلحه في ايه؟ ادي ايه ده طالع فين يا ده التوهو؟ ما اعرفش حاجه. المعلم فين؟ جاي دخل الشغل ده وصحيه بسرعه. هو انت بتسال عديده ليه؟ استنى بس ده فاكرنا نايمين على اوداننا. ده انا جايب له الحكومه وقتي. ايه؟ ايه في ايه؟ ايه ايه؟ حفظي ادي ايه ده طالع فين يا معلم؟ رايح مطرح ما رايح. بتسال ليه؟ لا تعدل في الكلام. الدي ده بيتباع براني وانت هارش وانا هارش. طب ما يتباع يا حفظي واحنا مالنا؟ قول له يا بنات افعب يا حمار. دي ده حصه الفرن يا دوب مكف الحاره. الباشا بيبيعوا براني وابوك وابويا بيقفوا في الطابور. ما بتحصلوش على رغيف واحد. افهم بقى يا ابني الحراميه. وطي صوتك انت وهو هتودونا في داهيه. شيل الحبسوه. شيلنا الحبسوه. ايه ده بيفيد يا جدعان؟ اخليه لما يسوس ولا استنفع منه؟ وعلى العموم خد خد يا عم انت وهو 200 جنيه اهو. 100 كمان. ماشي اتفضل. ايه بقولك ايه؟ اي دقيقه هيطلع من عندك هتدفع عليه. لا يا عم انا هبيع الحصه كلها في الفرن وخليه ان شاء الله حتى يعفي بالنص. خد انت 100 وانت 200. اه تمام.
ايه يا بنتي مالك؟ انت هتاكلي الشيشه ولا ايه؟ يا اختي محرومه، هو انا اقدر تفتكري اشرب شيشه دي في البيت؟ ده انا جوزي كان بلغ عني البوليس. طب ما انت بتشربي سجاير، ايه الفرق؟ انا بجد مش عارفه انت مستحمله جوزك ده على ايه. طيب وغلبان وبيسمع كلامي، مع اني ما بحبش الراجل الطيب. على فكره خد بالك يا شمس، ناهي الدين ده باباهم خمسه. ايوه اقعدي نقي عليا يا نانسي. انتي ما انا ما بقر ولا حاجه، ما انا قلت خمسه وهما سته اصلا. تعرفي يا نهد احنا فينا حاجات شبه بعض، انا برضو متجوز اربعه. على ذمتك اربعه؟ لا طبعا، هي سنه وبقلب على طول. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خرجتي وقلنا معلش وتأخرتي، قفلة تليفونك ليه؟ بتدعي عليا يا بابا؟ مالك يا بابا؟ ايه اللي منرفزك؟ ولا حاجة يا اخي، بكلم نفسي. في حاجة زعلك يعني؟ في حاجة؟ بكلم نفسي، ما انا بقيت طرطور في البيت ده. اصلي اعمل لها تليفون قافله تليفونها؟ طب عملت حادثه؟ الله، جرح حاجه، اتخانقتي؟ ما نعرفش. معلش يا بابا، هتلاقي تليفونها فصل شحن، اكيد يعني مش هي اللي قافلاه. ما فصل زفت، ما تتكلم من اي حته، تطمنا يا اخي. ما تقلقش يا حبيبي، زمانها جايه في الطريق. هي ما قالتلكش راحه فين؟ يا دي بتقول. طب يا حبيبي انت مش عايز اي حاجه؟ اعملها لك شاي، قهوه، اي حاجه. دولية تسد النفس، والله ما عايز حاجة يا أخي، قوم نامك. حاضر، لو عوزت أي حاجة نادي عليا. لا خلاص لازم أمشي. طب مش هتجيبي نمرتك؟ طب هقول لك، هاتها أنت أحسن. خدي 012. لا ثانية واحدة، كنت بفتح، كنت قافلاه. طب جوزي بيتصل. طب ما ترد عليه. طيب لا ما ينفعش، اهو قفل. قول بقى. 012 4 3 7 2 5 9 9. انا هطلبك وهسجل نمرتك باسم نانسي، اوعي تنسي. لا تمام. بيرن. اوكي. مع السلامة. باي باي يا حبيبتي. باي باي. مع السلامة. مالك؟ جامدة. ايه يا نهد يا حبيبتي؟ خططينا عليك. معلش انا اسفه، اصل كانت الدنيا زحمه قوي. وتليفونك على طول مقفول كده؟ اصله كان قطع شحن، وبعدين كنت سايقه، وانت عارف ان انا ما بعرفش ارد وانا سايقه. لا يا حبيبتي غلط، اوعي تردي وانت سايقه. بموت فيك وانت بتخاف عليا. يا بنت الواد صلاحي. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ هاخد دش وحصن. مش كنت سمعت كلام يا سناء؟ ودقينا شوية طعمية واسترزقنا وفكينا عن نفسنا شوية. أبوس إيدك يا فاتح، ما تديلوش فرصة يشمت فينا، ده أخويا وأنا عارفاه كياد كده النسوان. وأنا مش قادر، مخنوق يا سناء، مش رايق نفسي، مخنوق. من ايه بس يا فتحي؟ ما احنا عايشين وكويسين اهو الحمد لله، عيشتنا زي الفل. زي الفل؟ بتضحك عليا ولا بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ بقول لك مخنوق، مش طايق نفسي، مش طايق الدنيا. مش انت يا فتحي اللي قلت لي يا بنتي يا سناء تعالي نقعد بره شويه عشان نتهوى؟ فرقت ايه يعني؟ جوه زي بره، انا كل يوم متلاقى عينها اللي رايح واللي جاي بيضرب السلام ولا حد. خلاص حفظ شكلي زي الرصيف. طب قوم يا اخويا، قوم معايا كده وروق. يلا قوم يا فتحي. صلي على النبي بقى يا فتحي، من بكره ان شاء الله اول ما اعلان الميراث يطلع هناخد حقنا في البيت وفي الورش، ساعتها مش هنتحوج لحد ابدا. مش الفلوس هي اللي مضايقاني، حاسس ان انا ما بقتش راجل. يا لهوي، ليه بتقول كده يا فتحي؟ بعد الشر عليك، انت راجل وسيد الرجاله كمان. راجل ازاي وانا ما بقربش ناحيتك؟ ما بقربش ناحيتك خالص وانت لسه في عز شبابك. ما هو مش بعيدك يا اخويا، هو مش الدكتور كان قال لك ان انت لما تاخد العلاج هتخف؟ ساعتها بقى يا فتحي انا مش هبقى منحق عليك.
الشيطان، الشيطان اللي عمال كل يوم يقول لي ليه يا واد سناء بيستحملها كل ده وعشان ايه؟ عشان بحبك يا فتح، بحبك وعاوزاك، وبعدين انت جوزي وابو عيالي وانا مش ممكن هرميك ابدا، وعشان تبقى عارف بقى انت وعيالك عندي بعد ربنا. ها قلت ايه؟ انا ما بقدرش ازعلك يا اخويا. زعلني يا اخويا، زعلني واضربني وبهدلني، ان شاء الله حتى تقلع اللي في رجلك وتنزله فوق دماغي. اذا كان ده يا اخويا اللي هيريحك انا موافقه. ازعلك ازاي وانا عاجز؟ انا عاجز في كل حاجه، انا لو عملت كده ابقى راجل ندل. ما تقولش كده عشان خاطري، ما تقولش كده. صلي على النبي يا اخويا، صلي على النبي، انا بحبك ما تقلقش، ربنا يخليك لي. هو في اختي. نعم. شد مالك؟ ايه اللي جرالك؟ كان شديد عليا قوي يا مالك. انا خايفه اكون مدعوقه لكده زي بنت صفية. انا قلت لك ما تروحيش الكنيسه النهارده، شكلك تعبان. انا حتى لو قعدت في البيت كنت هفضل تعبانه. الله يا الله. يا جماعه في شاب لابس قميص مشجر جري من هنا. قطع نفس ابن الغشيمه. ايه البلاغ؟ وريني موبايل. رم رم ايه يا عبيد؟ دي حته جامده، خدتها ازاي؟ ولا حاجه، نزل وساب الموبايل على التابلو، قلت لما عاقبه. ممكن موبايل لو سمحت؟ دي عالم يابا مش تعبانه في الفلوس يا عم. الحقيقه حاضرين. ايه ده؟ الو الو كابتن، لو سمحت الموبايل ده بتاعي. قصدك اللي كان بتاعك؟ بص يا كوكو، خلي ماما تجيب لك موبايل من اللي فيه كاميرتين. ها يا كابتن لو سمحت، الشريحه عليها ارقام مهمه، خد الموبايل وارمي لي الشريحه في اي مكان يبقى كتر خيرك. هيوحشني صوتك. الو بقول لك ايه يا صاحبي؟ انا هشد لغايه العتبه كده، اروح ابيع الموبايل ده وارد لك تاني. ها ماشي، ما تعوقش. ماشي. بقول لك ايه؟ هات اي خيمه معاك وانت جاي. عينيا. وسندوتشين شاورما خيرها عشان نظبط. ماشي يا صاحبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين أجمعين. ماما خلاص بقى يا ماما، سامحيني مش هعمل كده تاني. ما أنا عارفة، عاوزة إيه تاني؟ يا ماما إحنا ما عندناش تلفزيون وأنا عاوزة أتفرج. أنا نفسي أفهم إيه اللي شدك في التمثيلية دي؟ يا ماما التمثيليات ما فيهاش حاجة عيب من اللي في دماغك. أنا يا أختي ما فيش حاجة في دماغي أبدا، اللي في دماغك أنت مش في دماغي أنا. طب تعالي شوفيها معايا. يا لهوي، انت عايزه يا بنت ابوك يطلقني؟ ده انا بقالي 20 سنه ما اتفرجش على تلفزيون. ليه يا ماما؟ عشان في حاجات وحشه وفي حاجات حلوه. لما يا حبيبتي تتجوزي وتروحي بيت جوزك اتفرجي عليه زي ما انت عاوزه. خلاص جوزوني. وهو يا بنت جالك ابن الحلال واحنا قلنا لا؟ مش لما يجي ابن الحلال. خلاص يا ماما، اخر مره اروح اتفرج عند حد تاني غير نعمه. طب سيبيني بقى كده افكر واشوف مين اللي ممكن اطمن له انك انت تروحي تتفرجي على التلفزيون عندهم. يلا بقى اختي من الصلاه، حرام عليكي. حاضر. استغفر الله العظيم. يا عم افهم بقى، الراجل مدير المستودع اللي انا بيه صاحبي، اتفقت معاه هيدينا الانبوبه بخمسه، حبها ب 20، يعني الانبوبه فيها مصلحه 15. وحش؟ وحش ايه؟ ايدي على كتفك. بس الانابيب فيها ازمه اليومين دول، والحكومه مفتحه عينيها على الاخر. ما احنا هنطلع بالشغل على 6 الصبح. قبل ما الحكومه تصحى، صح كده؟ خليك نور. الحاره دي بقى بتشفط لها كده 20 انبوبه في اليوم، اضربهم كده في 10. 20 في 10 دول 200 جنيه حلوه قوي. وانا لغيت الواد كريم، هناخد العربيه بتاعته بريالين في اليوم. ريالين كتير، هم 20 وسيبهولي. يا عم الموضوع كله شمال. اوه عارف، طب العربيه اتقفشت هيضيع. شباب ماشي، اخلع انت. ماشي خلاص، نديله ريالين. خلاص بقى ان احنا نشطب على الموضوع ده في ساعه زمن. 5 الفجر الاقيك قاعد على بيتك السودا ده على الكرسي ده. وهو كذاب. ها؟ تمام. المشروع ده بتاع ايه اصلا؟ ده السابل؟ ايه
يا بهزر معاك يا ربنا عارف يا جدع عارف ربنا بهزر معاك يا لك طلع يعني في حدوتة الجهاز قلت لك هجيبهولك بس مستنى اقعلك حتة فرطح هنا كده يا عم خلص ما كانش جهاز الجهاز بتاعك فاضي والنت زودنا سرعته يعني هتعيش براحتك كمان طب اقول لك ايه انت عايز يعني وصله كده عشان لما تركب الجهاز على ده انا هركب لك وصله للجهاز ده اخليه يطير يعيش من كتر السرعه طب يلا خش ولا ايه عايزين نعمل صفحه فيسبوك يلا ما تعمل يا عم انت صغير ما انت خلاص بقيت عفريت نت انا عملته محدش بيلاغيني ايه يا ابني ما انت لازم تعمل صحاب وتطلب اصدقاء انت شكلك مش عامله بالعربي لا انت عارف لو عملته بالعربي هتغرق بلغايه والله بس كده نعمله بالعربي سهل ابوك ايه النت ده هياكلنا ولا هيشربنا ايه يا عم بركه انا وديت الشغل خلاص طب مش تقول انا سايبني دماغ عماله تروح يمين وشمال واقول يا ترى الولا راح فين كنت جاي جاي ما انت لو مش فاضي يا ابني قول اجيب سواق ماشي الشغل خلاص يابا همشي خلاص ايه 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 في ايه يا بركه انا عارف من يوم ما جابوا النت ده وجه خراب على دماغي ودماغ اللي جابوني خلاص يابا الله ما تردش على ابوك يالا يلا روح شوف شغلك يلا يلا شفت الولا بيبوا ازاي ما تروق يا عم ما كل العيال بتقلع اغفر الله العظيم تعال شوف شاي لا 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 خلاص روح يا عم تعالى تعالى نشرب سيجارتين معاك؟ معايا يلا تعال يلا ولا هات كرسي يلا حاضر يلا بتاعك يا معلم بركة روح يلا ننشأ بسرعة يلا حاضر يلا عاوزك في استشارة تحت أمرك أخويا أقول دلوقتي أنا أعمل إعلان وراثة ولا ما أعملش؟ أنا مش عايز أغلط عايز أمشي قانوني ومش عارف أعمل إيه أنت مش قلت إن أبوك باع لك قبل ما يموت؟ ايوه بس مش لازم حد يعرف لا طبعا ايه بس بصيركم بيعرفوا برضه اصلا كله بمعاده يعني بلاش يا عم طب هو ابويا كان ليه كمان معاش غير البيت والورشه لا المعاش ده من حق مراته يبقى تاخد حقها يبقى تعمل اعلان متوسط الله يفتح عليك انا قلت اخد رايك برضه معلم بركه عشان يبقى استشارت كبارات الحته محدش يمسك عليا حاجه وتبقوا شاهدين وكله بما يرضي الله طبعا طلع طلع ايه؟ سيجارتين اميرة واحد انت يا خالتي خلاص بقى كويس ويا دي معقولة يا بنتي اسيبها وامشي روحي انت يا بنتي تعبانة من امبارح اروح فين بس؟ المايه يا اختي المتلوثة هي السبب ده انا لما باجي اشرب بشم ريحة مجاري وامك دي ايه عبيطه تسيب نفسها لحد ما توصل لكده ما بخلت ياما قلت لها حللي ما سمعتش كلامي صباح انا جبت لك العصير والجبن ها وجبت لك انت جبنه مثلثات اللي بتحبيه تسلم يا عبد الله روح انت عشان شغل طب مش عايزه فلوس؟ لا ربنا يخليك معايا يا بنت معايا والله انا مش عايزك تقلقي الدكتور طمني وقال لي ان شاء الله هتبقى كويسه باذن الله هتبقى كويسه يا رب يا عبد الله ان شاء الله هتبقى كويسه طيب انا هفضل عليك بكره الصبح ها بقول لك يا صباح خدي كارت التليفون ده خليه معاكي عشان نتكلم بالليل يعني حبيبي يا عبد الله فاكر ان تليفوني ما فيهوش شحن طبعا يا بنت فاكر ان النهارده مسؤوله مني في كل حاجه خلاص خلاص بقولك يا صباح ما فيش حاجه تمام قطايه صغيره بس انت رايق يلا يا اخويا يلا يا اخويا انت هو وقلعوا يلا عشان تستحموا لا ياما الله يا واد انت نتنت يلا خلصوا ما ترد يا بنتي طب يكلمني بعدين الله انت طلعت الهباب ده تاني ليه؟ ما
مش احنا خلاص قلنا هنبطل؟ يلا هو انا هتجري فيه؟ دول ثلاث حتت فضلوا من زيزو الله يرحمه، هبقى ابيعهم واتصدق على روح. اذا كان كده ماشي. كفايه منى بقى يا حبيبتي، اللي جرالنا مش ناقصين. الراجل هيجي لي بالليل ياخد البضاعه ويسلمني فلوس، يبقى كده خلصنا. ايوه صلاح باشا. لا معلش، اصل كنت حاطاه صامت فما شفتوش. لا رحت المشغل. ناس زي الفل. انت بتكتبها على الراجل كده ليه؟ ايوه صلاح باشا. لا ما اتكلمتش في فلوس. ما تقلقيش، الراجل صاحب المصنع ده صاحبي وانا موصي عليك. لا ده انا شايلك للعوزه الثقيله. خلاص ابقى اكلمك واشوف قريب. يلا بالسلامه. بالسلامه. انت بتضحكي على الراجل ليه؟ ما تقولي لي انك ما رحتيش. مشغل ايه وهباب ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ هيعملوا لي ايه ال 300 ولا ال 200 ملطوش اللي انا هاخدهم؟ احسن من لفك في الشوارع طول الليل بالشرايط. لا اللف احسن. افرضي يا حبيبتي راح المشغل وسال عليك وعرف انك ما بتروحيش. ما يسال علي، انا حر. يا بنتي حرام عليكي، ده راجل باين عليه ابن حلال وشكله كده مقبل. مقبل على نفسه مش عليا. روحي حمل عيال احسن، ريحتهم طلعت. اعملي اللي انت عايزاه، اعملي. ايه؟ موظف الحي موجود في الحاره، لو شفنا مع بعض هيقولوا بيعملوا الشغل. اخلص. طب هلغيك بسرعه انت. قول وخلص. بكره هتستلم 500 لمبه، هتسلمهم لقسم التركيبات، دول هركبوا في لمبه الحي كله، وانا مش في الورديه. الراجل جاي يقول لي هنبيع كام وهنركب كام؟ هنركب 150 ونبيع الباقي. اهو كده شغلني. قول اشرب حاجه. سلام عليكم. حبيب قلبي. يا اوامر. مع السلامه. سلام عليكم. سلامه. ورنالي. استنى يا ابني.